علشان احنا هنفهم بالظبط يعني من سيادة النائب محمود عصام عضو مجلس النواب في دايرة المنتزه في اسكندرية، واللي قدم طلب إحاطة مهم جدا وقال فيه معلومات غاية في الخطورة. خليني أرحب بحضرتك، أهلا بحضرتك يا سيادة النائب. اهلا بسيادتك يا استاذ كريم، استاذ المشاهدين، وكل سنه وحضرتك طيبين بالنسبه لحلول عيد المبارك. اللهم امين. كنا نتمنى نتكلم في ظرف احسن من كده سياده النائب، يعني قلوبنا مع اهل اسكندريه ومع اهلنا هناك. حضرتك تقدمت بطلب احاطه فورا بشان هذا الموضوع، وذكر فيه عدد كبير جدا من العقارات الموجوده في اسكندريه قايله للسقوط. ممكن حضرتك توضح لنا ده؟ طبعا استاذ كريم، حكى النهارده الصبح لما قمنا على الحادث كالعاده كمتكرر من سقوط العقارات اللي في اسكندرية، طبعا ده كان يعني حاجة أليمة جدا لينا كلنا هنا في اسكندرية ولأهلنا. وإحنا طبعا لما شفت الخبر ده تقدمت فورا بطلب إحاطة، لأن مسلسل العقارات اللي قايل السقوط في اسكندرية بقى صراحة يعني موضوع بقى مزعج جدا، وبقى يعني ناس كتير بتموت فيه وبيبقى فيه مصابين. وعار علينا والله جدا يا سيادة النائب ان في مدينة زي اسكندرية بكل الحضارة وكل التطور اللي المفترض عاشته على مدار تاريخها بنشوف فيها كل يوم والتاني عمارة بتقع. عشان كده يا فندم طلب الاحاطه النهارده ده كان بشان اهميه ان تكون احنا نكون امام استراتيجيه واضحه متكامله من الحكومه عشان نواجه اشكاليات العقارات القائله للسقوط. مشكلتها ايه بقى سياده النائب؟ وفق المعلومات اللي حضرتك جمعتها لطلب الاحاطه، احنا عندنا كام عقار مهدد بالسقوط في اسكندريه؟ والازمه بتاعتهم فين؟ في اكثر من 7000 عقار قايل سقوط. يا الله. وده رقم كبير جدا ومخيف. جدا. عشان كده احنا لازم يكون في تحرك من الحكومه، ويكون في حصر لجميع بيانات العقارات دي سواء كانت اللي محتاجه ترميم او اللي قايله للسقوط، عشان نقدر نتاخد موقف ما نقومش على سلسله عقارات بتنهار كل يوم وفي مصابين وناس بتموت. يعني النهارده لغايه دلوقتي في واحد متوفي وفي 4 مصابين لغايه دلوقتي. اتمنى الاخرين يخرجوا على قيد الحياه. حضرتك قلت 7000 عقار قايل للسقوط، دي البيانات الرسميه اللي موجوده في المحافظه؟ مظبوط يا فندم. وما فيهاش ما تمش فيها اتخاذ اي قرارات؟ لا طبعا في قرارات، طبعا هي كلها يعني في حاجات بتتاخد ان هي قرارات ازاله، وفي حاجات بتبقى فيها ترميم، ولكن انت حاجة عارفه يعني الناس هتروح فين. فعشان كده لازم يكون في خطه كامله للحكومه ازاي يتعامل مع هذا الملف. الملف ده في اسكندريه بالتحديد عدد العقارات كتيره جدا، ولازم ان احنا نحافظ على ارواح المواطنين. صحيح، على الاقل يبقى في خطه اخلاء وتسكين لحتى حين ايا كان بقى الاتفاقات مع اللي هتتم مع المقاولين. طب حضرتك نفسنا فندم نفسنا سلسله العقارات اللي بتنهار دي تنتهي من اسكندريه تماما، ويكون في حل جذري فعلا للموقف ده. حرام، ارواح اولاد مصر ما هياش كده يعني. سؤال أخير، إحنا وفق المعلومات إن هذا العقار كان طالع له قرار إزالة سواء لجزء منه أو لكله، عند حضرتك من خلال متابعتك التفاصيل الدقيقة لوضع هذا العقار اللي انهار؟ بس يا فندم أنا تواصلت النهاردة مع سيادة المحافظ ومع اللواء خالد جمعة سكرتير المحافظة، وهو أكد لي إن العقار ما كانش فيه مخالفة، هو كان آخر دور بس هو اللي كان فيه مخالف، والحي تصدى له تماما. هما طبعا في لجنه تشكلت من مديريه الاسكان في المحافظه مع كليه الهندسه للوقوف على اسباب انهيار العقار، وفي نفس الوقت هما هيفحصوا تاريخ العقار. يعني عرفت ان هو تقريبا من سنه 75. هو عدد كبير يعني من السنوات، ما هوش قليل، لكن من المفترض انه بيراعي تفاصيل السلامه. سياده النائب احنا بنشكرك للتحرك السريع اللي حضرتك عملته، ويمكن ده يحرك المياه الراكده وينتهي هذا الملف، وهنتابع مع حضرتك اللي هيتم هناك في اسكندريه. نشكرك جدا. طيب، ومن سياده النائب لزميلنا العزيز مره تانية اسلام رضا. اسلام، حضرتك يا فندم، يعني السؤال هو المكان عندك تم اخلاؤه تماما، الوضع حتى الان مستتب، وان شاء الله احنا في انتظار خروج اي يعني مازال الامل مستمر ان اللي تحت الانقاض دول يخرجوا احياء. نتمنى والله العظيم نتمنى يعني في هذه الايام المباركه اللي احنا داخلين عليها ان الناس دي كلها تطلع يعني على الاقل مصابين، عشان اهاليهم يعني ما يتحرقش قلبهم عليهم، لان احنا داخلين على العيد ودي حاجه صعبه جدا. وفعلا أمين. المكان كله بالكامل في محيط العماره بالكامل، يعني من الخلف والامام وعلى الجانبي تم اخلاءهم تماما من السكان، ومتواجد بس رجال الامن ورجال حمايه مدنيه
بتقوم يعني نهيك بعمليات بقى عن البحث حالة ورفع القلق الأمراض يعني. والخوف اللي فيها كل الناس المحيطين بالمنطقة، لأن ده زي قطع الدومينو، إذا واحدة وقعت الباقي كله بيتأثر أو بيقلق. احنا بنشكرك جدا زميلنا العزيز مراسل المصري اليوم في اسكندرية، زميلنا العزيز إسلام رضا، شكرا جزيلا يا أستاذ إسلام على الصورة الحية اللي نقلتها لنا والمعلومات اللي فتنا بيها. احنا كمان بندعي يا رب ما يوجعش حد واحنا في الايام المفترجه دي، وهنتابع معاكم من هنا لحد بكره الجديد اللي هيحصل في ملف عقار اسكندريه.